مشاهدينا الكرام، غنشوفوا هذه الشقه اللي كتجي من موبل اير بليس 2. مجموع ديال الشقق ديالو 9 ديال الشقق، كل طابق فيه 3 ديال الشقق. بقات عندنا هاد الشقه في الطابق الثاني. نرجعوا للونطري ونعرفكم على الشقه اكثر، اللي كتكون من صالون وجوج ديال الغرف وحمام ومطبخ. على لونطري على اليسر غنلقاو الصالون. الصالون اللي كيجي التصميم ديال البلافو ديالو بلي سبوت والليل، اللي كيجي رائع تبارك الله. عندنا شراجم الومنيوم ريدواج الكتريك، صباغه صباغه الخيال اللي كتجي على شكل امواج. عندنا لانستالاسيون ديال التيلي، كيجي الطابلو رائع بالعود. كيف ما كتشوفوا الصالون اللي كيجي بواحد المساحه كبيره تبارك الله. الشقه فيها 55 متر كاري، ثمن 41 مليون قابله للنقاش. جوج ديال الغرف وصالون ومطبخ. السونتر ديال سيد رحال قريب لجميع المرافق. البحر 10 دقائق تقريبا على رجليك. عندنا الغرفة الأولى اللي كتجي بالبالكو ديالها، وهاد لاتيراس فين تشرب القهوة ديالك. عندنا لاستالاسيون ديال التيلي، والغرفة اللي كتجي بلافو ديالها بهاد التصميم الرائع. عندنا البيبان عود مخدومين باليد. نمشيو من الغرفة الأولى، نمشيو للحمام. كيف ما كتشوفوا الفاسك بالبلاكار ديالو، وعندنا طواليت الروميه اللي كتجي بروبين الطهاره والرشاش. بلافو اللي كيجي بلي سبوت والليد. نمشيو من الحمام غنمشيو للغرفه الثانيه اللي كيجي الزليج ديالها على شكل باركي، لانستالاسيون ديال التيلي، وعندنا البلافو اللي كيجي بلي سبوت والليل على هاد الشكل. ريدواج الكتريك، صفات الخيال اللي كتعم الشقة ككل. وعندنا الغرفة اللي كتجي بالبلاكار ديالها. كيف ما كتشوفوا البيبان عود مخدومين باليد. غنمشيو للمطبخ اللي كيجي ايكيبي، كيجي رائع تبارك الله. كيجي فيه شرجم الومنيوم ريدو الكتريك اللي كيجي مهوي المطبخ. وعندنا طاجيره على شكل ال بالرخام، وعندنا بلاكاراج ام دي اف الفوق والتحت. عندنا لاهوت بلاك الفران بلاص الثلاجه وبلاص ماكينة الصابون، والبلافو اللي كيجي بهذا التصميم الرائع تبارك الله ما شاء الله. الشقة تبارك الله كتجي بواحد الفصالة رائعة قريبة لجميع المرافق. 55 متر كاري، ثمن 41 مليون قابلة للنقاش. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اللي بغى يزورنا ياخذ فكره، مرحبا والف مرحبا.